اللي عنده سؤال يكتب تعليقه على اليوتيوب ويتفضل يشرفنا ويطلع. واخواتنا اللي ما دسوش زرار الاشتراك يفعلوا زرار الاشتراك على قناتي على اليوتيوب عشان هيستفادوا منها كتير. حد ليه اي سؤال في اي شيء؟ حد ليه اي سؤال في اي شيء؟ حد عايز حاجة مني قبل ما امشي؟ اهو حد ليه سؤال؟ حدش مشغول البال؟ ترارارا حدش في عنده سؤال؟ ترارارا حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ سلام ونعم، سلام ونعم. كده قلنا أسماء الإشارة النهاردة، وامبارح قلنا حضرتك مش فاضي هنجست، اكتب تعليقك واطلع على طول. ازاي مش فاتح؟ فاتح يا عم، مفترض مفترض فاتح اهو. اكتب تعليقك ويلا على طول. اتعلم اليوناني ولا القبطي؟ انا رايي اتعلم القبطي اسهل لك، ما بين العربي واليوناني والقبطي والعبري والانجليزي. اعتقد سأركن الانجليزي دلوقتي، الاهم عندي العبري القديم واليوناني القديم و القبطي والعربي، هم عشان احنا معظم الناس بتتكلم مع عربي دلوقتي، مضطرين مش اكتر. يعني اللي عنده سؤال يطلع وينجز معانا، يلا بينا، يلا يلا. المسيح هو الله اللي حطاه فري فاير، ككاتب المسيح هو الله، طبعا المسيح هو الله. وكلمة الله في القرآن، واتقال عنه ان روح الله جوه القرآن، فمن هو روح الله؟ كيف اهميته؟ الكائن بدون روح ميت، فماذا اذا كان الله بدون الروح؟ حاشا ان يكون الله بدون الروح. اذا المسيح لا ينفصل عن الله، لان المسيح في ذاته هو الله ايضا. عقل الله الناطق وكلمة الله. ولغاية القرن التاسع كان كثير من المسلمين يؤمنون أن المسيح أن الله تجسد. مش جديدة، مش حاجة المسيحيين اخترعوها في هذا الوقت. يعني أنا فاتح الجست، أنا فاتح الجست، فاتح الجست. اللي عايز يطلع تعليق على اليوتيوب شرفنا. السؤال بتاعي هو ليه احنا المسيح اتسمى المسيح؟ المسيح عشان المسحة المقدسة اللي كانت بتتقال على الأنبياء وعن الممسوحين بالزيت المقدس اللي بيصلي عليه الأنبياء منذ الأزل، فتقال عن المسيح ذلك لأنه هو أصلا أصل المسحة طب ثواني، هو كفاعل. هو الزيت المقدس اللي بيصلي عليه الآباء حضرتك، هو زيت النيرون؟ زيت الميرون ده بعد ما المسيح اتجسد. قبل ما المسيح ما يتجسد كان بيتم الصلاة، الأنبياء كانوا بيصلوا وكان بيتمسح به المقدسين. وهجيب لك برضو النص اللي هو الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن المسح المقدس. بص النص ده شهير جدا، وأنا عملته في أكتر من وعظة، أو تحديدا في خدمة في علم الوعظ عن الموضوع ده، اللي هو أشعياء 1:61. أشعياء واحد وستين أيوة. واحد روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب لينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. والمسيح قال عن نفسه إن هو تم فيه كده، والمسحة بتاعت المسيح أزلية لأن هو مع الروح القدس منذ الأزل. الكلام ده طب تحقيقه فين؟ تحقيقه تم في إنجيل لوقا 4:18. أفتح النص، يعني أقول 4:18 و 4:19.
روح الرب علي لأنه مسحني لبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. طبعا أنا عايز أسأل برضو، الكلمات اللي أنا قلتها في النص دي مساكين والمأسورين والكلام ده جمع ولا لا، يا ولا مثنى يا جماعة؟ مأسورية جمع. جمع بالظبط، لأن النون منصوبة بالفتحة. والتكملة بتاعت الآيات: وأكرز بسنة الرب المقبولة، ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. قال لهم جملة رهيبة، يقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، ينادي المأسورين بالإطلاق والعمي بالبصري، وأرسل المسحقين في الحرية. إيه ده؟ مين اللي بيقول الجملة دي؟ أنت إشمعنى أنت اللي بتقولها؟ ده كل ده هما باصين له، ما اتكلموش ما قالوش كلمة. في عدد 21 قال لهم إيه؟ فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، لأننا اللي مسحت منذ الأزل، عشان انا اللي هعمل كده، انا الله الظاهر في الجسد، أيوه. فانا اللي هعرف المساكين هو فرحهم، المنكسر قلوبهم هو عزاهم، المقصورين في الخطية والشيطان والموت هو اللي هيخلصهم، العمي واللي مش عايزين يعرفوه هو اللي هيفتح عينيهم، بس المهم يقبلوا، المهم ما يرفضوش الدعوة دي، المنسحقين اللي اداسهم الشيطان وبهدلهم بخطاياهم المسيح هيقومهم. طب ايه هي المسحة المقدسة دي؟ ايه المسحة المقدسة دي؟ بالنسبة للأنبياء والملوك كان بيتم برسمهم، بالنسبة للإقنوم الابن هو متحد مع الروح القدس، متحد مع الآب، مولود من الآب والروح القدس منبثق من الآب. وانا شرحت النقطه دي، فكره ان ما تمش توضيحها جوه الكتاب المقدس، الفرق ما بين الاثنين، ولكن ما تم هو توضيح الولاده بشكل قوي جدا. سلام ونعم مايك. في نفس الوقت المسحه الكيفيه بتاعتها ما اتقالتش، بس مش محتاجه تتقال، لانها ايه؟ ده اتحاد اقنومي ما بين الاب والابن والروح القدس، والمسؤول عن مسح الانبياء الله الروح القدس، كعمل الروح القدس أيوه او عمل مميز بيه، ولكن الثالوث يشترك، ولكن العمل مميز بالروح القدس. زي ما اقول لك بسهوله جدا لما تحتار، والله الروح القدس بيعمل ايه؟ الله الابن، الله الاب. هقول لك في عمل بيشترك فيه الثلاث، وفي اعمال متمايزه، زي انا لما امشي بمشي برجلي بيشترك معايا الروح والنفس عشان اتحرك، ولا الجسد ممكن يمشي لوحده لو ما فيهوش روح ونفس؟ فاهمني؟ لا، الثلاثة بيمشوا مع في بعض. اعمال مشتركه، بس الجسد مش هو النفس، مش هو الروح. ايوه إيه، تمام. إيه، وكنت عايز أسأل في نص اللي هي آية عظيم هو سر انا بقى التقوى. كنت عايز حاجه واحده، انا كنت عايز حاجه واحده، اتفضل. ما تقولش انا كنت عايز، خش في السؤال على طول، اتفضل. السؤال الثاني اللي هو نص عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد او الذي ايوه ظهر في ايوه الجسد. هو اه دي طبعا ما تدلش عن تحريف الكتاب المقدس، صح؟ لا طبعا، لا ما تدلش. ليه؟ ليه ما تدلش؟ عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، او الله ظهر في الجسد الذي، دي اللي احنا واخدينها النهارده، اللي احنا واخدينها النهارده، ما هي عايده على مين؟ الله. عشان كده هم وقعوا في النقطه دي وكتبوها ثيوس بدل اس، ودي مش وقعت غلطه، بعيدا بقى ان هي مش غلطه، تعتبر ان هي ترجمه تفسيريه. ازاي؟ ازاي؟ سمير، او انا عايز اقول ايه،
سبحان الذي أحضر سمير، أحضر الذي سألني عن الروح القدس وعمله في هذا البث. حلو. تمام. ثم واحد تاني يجي يكتب الجملة دي، هي يجي كده بدل ما يكتب سبحانه الذي خلى سمير يحضر كذا كذا كذا، قال سبحان الذي جعل الذي سأل عن الروح القدس. شال كلمة سمير وحط الذي، أو حط أو شال كلمة الذي وحط سمير. ما هو بس مين هي اللي جه عايدة سألني في على البث؟ الاسم نفسه. مين اللي جه سألني؟ مين اللي اتجسد هنا؟ المسيح الله. بس أيوة، أصل المسلمين يعني بقى بيطلعوا يقولوا إن دي الترجمة كده تفسيرية، تحريف نقل وكده، تفسيري. لما بستشهد اتفضل. بالنص ده ولا الآية دي بيقولوا أنت كده يعني أنتوا زودتوا كلمة الله من عندكم وكده كتابكم محرف. لا لا، هتقول له ايه؟ دي ترجمة تفسيرية، تاخد اللفظ الذي، والذي دي عايدة على الله، تحط مكانها كلمة الله، لأنها كانت في اليوناني أوس أوميكرون سيجما، واتنقلت سيتا إبسلون أوميكرون سيجما. فالترجمة هنا ترجمة تفسيرية. قول له حبيبي لما تيجي تقول في تحريف، هات لي النص اليوناني ووريني ان الكلمه اليوناني موجود فيها تحريف ولا لا، ولا دي مجرد انها ترجمه تفسيريه مش اكتر. يعني اللي نقل هنا نقل ترجمه تفسيريه، شال الاسم الموصول وكتب سيوس، لان مين اللي اتجسد؟ الله. ايوه فالراجل المسيح. اللي كتب الترجمه ما غلطش. ايوه تمام، هذه كنت عايز افهم. كنت والنقطة برضو التانية، والنقطة التانية خليك أذكى منهم، قول له طلع لي النص اليوناني وقول لي ده الفرق إيه وده الفرق إيه، وقول لي الحروف دي إيه والحروف دي إيه. هتلاقي وشه بيجيب ألوان وبيعمل بيعمل بتبيع على روحه. ليه؟ هو اللي هيقوله لي ان كلمة الله كده انتوا اللي زودتوها من عندكم، هي دي بس اللي بتتقال. لا، ما أنا قلت لك دي الكلمة ما اتزودتش، بس كلمة الله. ما أنا وضحت، لأن هما جاهل، هو جاهلين بقولنا باليوناني القديم، فمش فاهم هي الكلمة كانت ايه وبقت ايه، بس هم حفظوه كده. فبتجيبها له، قول له لو سمحت طلع كده، هات الجملة واكتب، قول لي الحروف دي ايه والحروف دي ايه. يا عمي في واحد اتمسك اتزنق في زنقة، بيسألوه على اليوناني وجابوا له لغة من لغات أوروبا الشرقية السلافية، طلع بيقول لهم أنا بعرف أقرأ يوناني. يوناني ايه؟ وده كان سلافي أصلا. هما ضايعين ضايعين، انا بقول لك ضايعين حتى في العربي اللي انا بشرحه دلوقتي. عشان كده انا بشرح عربي، عشان انتوا هتمسكوهم تنفخوهم، لما تفهموا عربي اكتر بدقة هتنفخوهم نفخ. ايوه. طب يعني هو اسأل زينه واحد في، يعني ايه، اتفضل حضرتك. اسأل واحد يعني ايه زينك ويعني ايه زانك، ايه الكلمة دي بالعربي؟ مش هيعرفوا دي اسم اشارة لايه اصلا. إيه، اسأل اي واحد من اللي موجودين واللي بره البث، قول لهم يا جماعه بالاخص، انا ما بقصدش انا اتنطط على الناس المسيحيين بالذات او الناس المسلمين اللي عايزين يفهموا، دول على عيني وعلى راسي الاثنين. النوعيه بقى اللي مش عايزه تفهم او اللي بتدلس دي بقى، تيجي تقول لهم ايه؟ يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ مش هيعرف يرد عليك. ايوه قول له حبيبي لما تبقى تفهم عربي وتعالى كلمنا في اللغات التانيه. يعني تبقى تعرف تفهم عربي، تعالى كلمنا على اللغات التانية، غير كده لا تقرفش نفسك. طب هو في أكثر من نص في القرآن ولا آية ولا أي حاجة بتقول إن الإنجيل محرف ولا حاجة؟ مفيش الكلام ده، رسول الإسلام نفسه ما قالش إن الكتاب المقدس محرم، أصل كل ما أتكلم بالعكس مع واحد شاهد يقول لي إحنا على فكرة مذكور في القرآن بتاعنا إن كتابكم محرف. هات لي النص، قول له هات لي النص، أو ما تتكلمش معاه أصلا، ده بجاهل بدينه. بدينه قبل ما بجاهل بالكتاب المقدس وجاهل بدينه، واخد بالك؟ أيوه يعني الطبيعي ان انا بعرف ديني المسيحي، ولما اتكلم في الاديان التانية ابقى بتناقش، ابقى قاري على الاقل هما لا ده ولا ده. طب اللي بيقول معايا قول لي، قول النص، اكتب لي النص حالا عشان ابين لك ان انت مش فاهم حاجه. قول النص، اكتب لي النص، اكتب لي النص، قول النص اللي يقول ان احنا حرفنا الكتاب المقدس. اكتب حالا قدام الناس دي كلها،
لا واحد اكتب ثلاثة اكتب، مش هطلعك بس. هيطلع يشتم. لا ما لو شتم انا هسيبه. اكتب. هو ليه المسلمين بالنسبة لهم ان المرشوم ده يعني شتيمة ولا حاجة؟ حبيبي هو مش بص، خلينا نقول، قلت لكم يا جماعة، الجاهل في أي ديانة هيهري، هم غاويين يهروا، ومش كلهم، في ناس بتيجي تطلع تتناقش وفي ناس هرايين منهم. الهراي ده هو مش فاهم يعني ايه رشامة الميرون، فبيطلع يهبل أي كلام ما يفهمه، يعني مش عارف يطلع أي غلطة في الكتاب المقدس ولا في أي حاجة، يطلع يقولك الحق ده أبونا فلان ضرب فلان. أيوه ماشي، ده شخصية شوية مش كويسة، ما يمثلش المسيحية، وإيمان المسيح مفهوش إن إحنا نضايق حد ولا نضرب حد ولا نستغل حد ولا نسرق حد. زي بحيرة فإحنا ما يخلوناش، ما يفكروش بقى بفكرة إيه، مش لاقيين أي حاجة خلاص، غبطوا راسكم في الحيط، ما دام مش لاقيين حاجة غبطوا راسكم. والمشكلة ان هما بيألفوا قصص. بيصدقوا، وعشان كده بيتحبسوا. ليه؟ يعني ليه لقيت بيتحبسوا؟ فيديو في اتفضل كمل. ليه بيتحبسوا؟ لأن هو لما بيطلع، ولما هو بيطلع ويتناقش، ما بيعرفش يجي يقول البراهين إن الكلام ده من عندنا، ده هو ديانة هو مألفها مع نفسه، يعني بيألفوا ديانة ويحاربوا الديانة اللي هما بيألفوها، ويجي بعد كده يقول لك ده المسيحية هي اللي الديانة دي اللي احنا مألفينها. فطبعا ده جرم، ده ازدراء وش. ليه؟ دي تأليف. امال كتير منهم بيتخش السجن ليه؟ هو بيألف الديانة في الديانة المسيحية. لو الديانة المسيحية كده كان محدش يقول لا، لا ان احنا الديانة المسيحية مقدسة. الأخ اللي بيتكلم على رشيد الأنشاد، يا قلت لكم التفسير بتاعه موجود على قناتي على اليوتيوب، علاقة الله بالكنيسة مش أكتر. فين السجن؟ اتفرج عليهم، مش هقول لك أسماء، أنت دور على أسماء مين اللي اتدلسوا ودخلوا السجن. اقول لحضرتك، كمل انا قبل كمل. كده كنت ببقى يعني بقلب في الفوريو على التيك توك عادي، لقيت من واحد غير أسماء، مسلم. ايه قول الموضوع من غير أسماء، قول الموضوع. ماشي، انا ما مش هذكر اسامي. لقيت يعني واحد منزل قصة بيقول لك ايه، ان السيد المسيح لما راح عرس قانا الجليل، تمام؟ إيه، لا هو اول قصة بيقول لما يوحنا كان متكئ على صدر السيد المسيح، هو اول حاجه لا بيقول لا ده يعني حاشا لله شذوذ، لا اسمه ايه ده، لا ده يوحنا ده ابنه، تمام؟ وفسر القصه بقى ان ده ابنه، ان اولا مخطوطات اللي هي مش عارف كان اسمها ايه، وبعدين السيد المسيح راح هو تلاميذه لعرس قانا الجليل، وان السيدة العذراء مريم كانت مهتمية قوي بالعرس، اللي هو على اساس ايه، ان العرس ده كان بتاع السيدة المسيح واتجوز مريم المجدلية. حبيبي حبيبي، اقول لك بس على حاجه، اقول لك على حاجه. اول سؤال تساله للناس دي وانت بتتناقش معاهم، قول له دين امكم ايه؟ بجد ده السؤال، صدقوني تسالهم كده وش، قول له دين امك ايه؟ ايه نوع دين امك؟ قول له كده، دي مش شتيمه، ده حقيقه. قول لهم دين امكم ايه؟ اذا كان في الاسلام المسيح كلمه الله، في الاسلام ان انتوا تحترموا اهل الكتاب، في الاسلام ان اهل الكتاب مرجعيه، يبقى دين امكم نوعه ايه؟ عرفونا دين امكم ايه؟ اللي هي مخطوطات نجاح حمادي بيقول لك كده، ايوه مخطوطات بس نجاح ما حمادي دي مين وريهاليش. كاتبها؟ ايوه مين كاتبها؟ وفين الورقه اللي هي فيها الكلام ده؟ عشان كده انا بقول لك تساله على طول، تقول له دين امك اسمه ايه؟ عرفوني. بجد ده مش غلط، دي مش شتيمه، ده قانونيا صح. لو سمحت عرفني. بص بص، انت ممكن تسالني دين والدتي ايه دلوقتي؟ اسالني دين والدتي ايه؟ قول لي كده، مش عيب، قول لي، يعني قول لي هالي مش غلط، قول لي دين مامة حضرتك ايه؟ دين والدة حضرتك ايه؟ دين والدة حضرتي المسيحية، المسيحية بتؤمن ان الله ظهر في الجسد، بتؤمن ان التثليث والتوحيد، ان الله ثالوث مش منفصل، بتؤمن ان العذراء ولدت الاله، ليس لان المسيح اخذ منها اللاهوت، ولكن لانها معمل الاتحاد اللاهوتي بين الناسوت واللاهوت. غلط؟ مش غلط. انا بقى عايز اعرف دين ابوهم ودين امهم ايه؟
حرفيا. يعني انتوا بتطلعوا في الاسلام ما بيقولش الكلام اللي هم بيهروا بيه ده، الرسول بتاعهم ما قالش الكلام اللي هم بيقولوه ده. بيخترعوا ديانة؟ يعني هم جايين في القرن الاثنين 21 ويخترعوا ديانة؟ عرفونا ديان كوين، ولا انتوا بقى يعني عاملين ميكس؟ يعني انتوا ضاربين خمرة وطالعين تحفل، يعني تحفلوا دماغكم يعني عاملة خمسينة، ولا شاربين حاجة حشيش؟ محششين يعني، ولا انتوا ايه؟ محششين ما تطلعوش تتكلموا على ديان، انتوا اخركم في غزة غلطة وبعد كده تمسكوا خلاص. يعني جابوا التأليفة دي منين؟ تحشيش. هات الكلام من عندي، هات لي مراجعي، ما تجيبش كتاب انت تكتبه وانت تكون اللي كاتبه ديانه مش مسيحيه وتيجي تهري تقول لي اصل ده كتاب ديانتنا. اقول لك ريح، حرفيا اقول لك دين والدتك ايه؟ دين باباك ايه؟ ده اللي انا عايز افهمه، سؤال منطقي. دين باباك ومامتك ايه؟ بجد يعني تخترعوا ديانه؟ زي حد ايه كان بيتكلم عن امامه السيد المسيح، امامه السيد المسيح، فالمسيحيه الايام المسيح قام في القران، السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. حلو حلو، مات المسيح على الصليب وبعث حيا وقام وهيرجع تاني فيه الدينونه عشان يدين العالم كله، مش المسيحيين بس، يدين العالم كله. فواحد من الناس او واحده شخصيه يعني طالعه تقول المسيح، قبر المسيح اهو والمسيح مدفون فيه اهو، فالناس بتسالها هو دين امك ايه؟ إذا كان المسيح في الإسلام ولد وهموت وأبعث حيا، وفي المسيحية المسيح قام، هتخترعي لنا وتقولي لنا المسيح جسد وأهو؟ وفي نص في القرآن إن عندهم عيسى قال ما دمت حيا يعني هقيم الزكاة. دلوقتي هو فوق بيقيم الزكاة ازاي؟ ما هو حي اهو. ما أنا بقول لك الفكرة دي بقى، لما تسأل ناس هم منهم، في ناس بتحاول تفهم وفي ناس مجرد النقاش للنقاش، سيبك منه. اللي هو جاي يهري سيبك منه. يعني اخونا فوكس اهلا وسهلا، حضرتك بتقول ان انت ما بتخترعش، طب ممكن تديني دليلك دلوقتي حالا قدام الناس دي كلها؟ اديني دليل على نشيد الانشاد ان في كلمه بتحض على عمل شر. ما عندناش يا بابا. المسيحيه كامله الطهر والنقاوه والقداسه. ولما في حد كان بيغلط في وسط الانبياء كان الله بيقول ان في غلط كده وده غلط، وكان بيبقى ليه عقابه، ان ما كانش في الارض هياخده العقاب في الدينونه. هات اكتب اكتب حالا. ما فيش، المسيحيه ما فيش اي عيب، خاليه من كل العيوب. ممكن هتقول حضرتك طيب النشيد ماله النشيد يعني؟ ماله النشيد حضرتك؟ هقول النشيد ايه اللي في النشيد يعني؟ ايه اللي في النشيد يعني؟ ايه في سفر النشيد الانشادي يعني؟ سدياي؟ هو ايه في ست ما عندهاش سفر يعني؟ معلش كلكم رضعتوا من مين يعني؟ هل الساديين دول حاجه نكسه؟ محدش. ما رضعتش من صدر والدتك؟ ما رضعتش من صدر والدتك؟ هل صدر والدتك ده حاجه نجسه؟ ما هي تبقى نجسه لو انت بتبص لها ان هي نجسه، يبقى هي ممكن تتف عليك لا مؤاخذه. امك تتف عليك لما تعرف ان انت بتقول على ثديها اللي طلعوك وربوك وانت طفل، تطلعوا وتقولوا ان هي نجس. هاشم نشيد الانشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبلة فمي لان حبك اطيب من الخمر. ايه فين النجاسة؟ هو القبلة غلط؟ قبلة فمي لما حد يبوس حد على خده غلط؟ ولو فم ومتجوزين غلط؟ لرائحة أديانك الطيبة اسمه دهن المهراق، لذلك أحبتك العذارى. لو واحدة عايزة تمارس جنس وقلت تغلط مع حد، هتقول إن العذارى يحبوه ويجذبني وراك فنجري؟ يعني إحنا عايزين كلنا، عايزين كلنا نحب في الراجل ده؟ أكيد لأ، أكيد الموضوع مش بعد فعلي ولكن بعد رمزي، رمز للكنيسة والنفس البشرية مع الله. إحنا كلنا بننجذب لحب الله. بلاش الفكر الوسخ اللي عندكو تحطوه في المسيحية، النوعية اللي بتفكر فكر وسخ مش عندنا في المسيحية. سلام ونعم.
بالظبط مفيش غير وشرحه، يعني شرحه محطوط على القناة على اليوتيوب كامل تفصيليا في قمة التشغيل. فبلاش بلاش النوعية اللي دماغها منجسة ودنسة اللي مقدرها زفارة تيجي تقول علينا كده يا راجل. ما انا قلت لك انا مش هجاوبك سؤال تاني، انا عندي الاجابه. بالمختصر المفيد ده انفصال ما بين اللي هيعبروا للمسيح وما بين اهاليهم، مش معناها ان المسيح هيعمل ان يبقى في سيف يقطع الناس، لا انقسام. عشان طبيعي الواحد هيعبر للمسيح، فاللي هيعبر للمسيح والتانيين مش هيعبروا للمسيح هيرفضوا. ازاي ده بقى مسيحي؟ ابننا بقى مسيحي؟ لا ده كافر، احنا مش عايزينه، الكلام ده كله طبعا تخريف يعني. ها؟ هو دي الآية اللي بتقول أنا لجأت لجأت لألقي للعرق سيف. سلاما؟ ده على لألقي فكرة سيف. لو هو عايز يفهم، ما في على فكرة أقل حاجة تفسير ده أبونا داود لمعي المشهور جدا اللي يا مصر كلها حبيبي عارفاه. يا حبيبي، وقبل أبونا داود لمعي ما عندنا كتب الآباء، وعندنا المسيح، فعل المسيح. هو المسيح خلى حد منهم يمسك سلاح؟ مش جه قال لبطرس ادخل سيفك إلى غمده، لأن الذي يأخذ بالسيف يؤخذ، يعني زي ما تقتل أو زي تتعامل بالسيف هيتعامل معاك، قال له كده. ودليل ان هو شفى المريض اللي هو لما هجم عليه في ساعة التسليم. ايوه ملخص، ما هو اللي اتقطع ودانه ده ملخص مسيح شفاه. وفي آية حضرتك عايز أسأل عليها، معلش انا عارف ان انا طولت على حضرتك. معاك اخر سؤال اتفضل. ايوه هو سؤال، ان بيقولوا ان في، بص حضرتك، في آية في لوقا 40:11، من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. ايوه والمسيح قال في لوقا 11:40، أيها الحمقى، وليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا، اللي هو كلمة يا حمقى. والمسيح قال اللي هو اللي قال يا حمقى هيروح نار جهنم، والمسيح قال كلمة يا حمقى. فهي دي اللي أنا مش فاهمها، بيقولوا كان المفروض تمام. المسيح كده شتم. لا مش شتم، هقول لك على حاجة. الفرق ما بين الجملتين حاجة، هما بيبعدوا عن الطريقة الصح. المحكمة لما بتيجي تحكم على واحدة زانية، وكيل النيابة بيقول لها إيه؟ بيقول لها طاهرة يا شريفة؟ ولا بيقول لها إيه؟ إن هي زانية، إن ايوه هي عاهرة. لما بيحكم على واحد تاجر مخدرات بيقول له تعالى يا معلم الاجيال، سلام ونعمة كده السلام، استاذنك كل اللي عايز يطلع بيدوس يعني بيحط تعليق على قناة اليوتيوب ويطلع على طول. اللي واحد بتاع مخدرات بيقول له تعالى يا معلم الاجيال، تعالى يا مدرس الاجيال، تعالى يا يا تاجر ملك المخدرات. المخدرات، تعالى يا كذا ويا كذا ويا كذا، بس مش مع الشتيمة. وصف الشخص باللي بيعمله مش شتيمة. بص على النص ده، النص الأولاني، النص المسيح لما قال إن ما ينفعش حد يقول أحمق، قاله في العام ولا قاله في حيث إن ما حدش يتهجم على حد بالغلط؟ يعني ما تطلعش تسب ولا تغلط في حد وهو مش كده، ما تطلعش توصف حد وهو مش كده، ده يبقى ذنب كبير. ليه؟ لأن الشخص ده ما عندوش المساوئ دي. واحد حرامي سارق مال البلد، طلعت قلت عادي ان نقول الشخص له ده الحرامي. حرامي، طلعت قلت ان الشخص ده حرامي سارق دم، سارق فلوس البلد، يبقى في الحالة دي ايه؟ انت عندك حق ولا انت بتشتمه؟ لا ليا حق، ما هو حرامي اساسا، بس يعني اديك انا مش بقول رديت، كلام كده. اديك رديت، هي دي. ايوه تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور جدا، وعلى تعب حضرتك ومحبتك. سلام أي يا سؤال؟ نصيحة. راجع لكم تاني.
راجع لكم تاني، عدنا. ثانك يو على اللوب، ثانك يو على اللوب. سلام المسيح يا دكتورنا الغالي، كيفك؟ نشكر الله، سلام ونعم، أهلا. بس أنا حبيت أدخل أسلم عليك ويعني وأطمن عليك، ودايما يعني ربنا يجعلك دايما خدمتك تكسر 30 و60 و100، ويحفظك ويباركك ويبعد عنك كل شر وكل شبه شر، وأتمنى تكون الرسالة وصلت لحضرتك. بس كده. تعيش، ربنا يباركك يا عمر. ماشي يا دكتور، أشكرك. ماشي حبيبي، ربنا معاك. محمد صبري، استأذنك ضع سؤالك على يوتيوب وأجاوبك حالا، واطلع اسأل عادي. اكتب سؤالك عشان نرد قبل ما نقفل البث، تفضل. تفضل. اكتب سؤالك. ويجو عايز تطلع؟ مايكل عايز تطلع؟ مسريت مسريت، يا هلا يا هلا يا هلا يلا يا جماعة، النهاردة كده خلصنا. الأسماء، الإشارة، وضبطنا الأداء، وصيغة منتهى الجموع. ممكن تفتح عشية 29؟ ممكن افتح عشية 29، بس حضرتك ما حطيتش السؤال ليه على اليوتيوب اخونا. هتاخد اجابة مختصرة. ماله عشية 29؟ انت عارف مين عشية اصلا؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. حط سؤالك على اليوتيوب عشان تاخد الإجابة كاملة. ياه يا جدع، لا أعرف الكتابة فيه كتير، يعني لا يعرف الكتابة غير رسول الإسلام، عشان لا يحب دغري. يوه يوه، ولازم تشوف تفسير النص وتقرا اللي فوق واللي تحت، ما تقطعش الآية، ما تقطعش الآية خالص خالص. يوه، لو هندور على اللي ما يعرفوش القراءة والكتابة على مدار التاريخ هنلاقي كتير. مين فيهم بقى ولا مين؟ اقرا التفسير صح، اقرا التفسير صح. ضحكتني ضحكتني حرفيا، ضحكتني. زي مين يعني؟ يو، تلات ارباع اهو. قالك نشأت اللي كان في لبنان ده يقرأ ولا يقرأ؟ معظم الناس موجودة في المجتمعات النامية دلوقتي لا تعرف القراءة والكتابة. يا عم اقرأ التفسير بتاع النص في الوقت بتاعه. إجابة منطقية؟ أنت مش سؤالك مش منطقي، مش هتاخد الإجابة منطقية خالص. الإجابة المنطقية إن في أكتر من 1 مليون دلوقتي ما يعرفوش. قصة حصلت مع مين؟ حاضر أجيب لك تفسيرها بالظبط، أجيب لك تفسيرها بالظبط. تفسيرات من الآباء عشان يبقى كلام منطقي وسليم.
لفوا وتدوروا في حالة مفرغة مقفولة، مش هتلاقوا لها حل خالص، ومش هتلاقي لفظ واحد اتكلم عن رسول الإسلام جوه الكتاب المقدس إنه قال إن النبوة. المسيح لما اتكلم عن النبوات اللي جاية بعد المسيح قال صراحة يأتي بعد أنبياء كذبة. ده اللي قفل المسيح، قفل علينا الطريق في النقطة دي. فبتحكي في إيه يعني؟ المسيح قفلها علينا، ده كلام المسيح، ده كلام المسيح. انت قلت اشعياء، كلام الكتاب المقدس والمسيح بيقول الكلام ده، هو ده اللي بنمشي بيه، هو ده كتابنا اللي القرآن عندك بيقول لنا ان احنا نمشي بالكلام ده. بس خلصانة. 29/12 نشوف تفسيرات الآباء تفصيلية بتقول ايه في الموضوع ده. حلو حلو حلو، أقول لك أهو الجهل أهو أهو، قال على طول أهو، ده الكلام، ده الكلام والإجابة الصحيحة. سلام ونعم الله، نشكر الله. الآباء عن الموضوع إن كان فيه انتشار جهل بين الشعب اليهودي، بجانب اكتسب منه تغطية الحياة الشريرة اللي كانت موجودة، جهل بالكتاب المقدس وتطبيقه، فحصل تواني ورخاء. وقديس يوحنا ذهبي الفم قال ان رسول بولس يهتم الشعب بالسقوط في حاله سبات وعدم يقظه، وده حصل مع ناس من العهد الجديد وحصل مع ناس من العهد القديم. والاصابه بانبهار بدون التمتع بعمل الله هو ده الجهل في حد ذاته، وشكليه العباده خلصانة يا أخ، صدقني خلصانة، منتهي أصلا من بدري، منتهي جدا يعني. مش هتلاقوا، مش هتلاقي لك احترام حرية الاعتقاد زي ما تعتقد، أنت حر بس مفيش كلمة موجودة يا عم. ما هو كل من أرى فاهم. طب يعني أنت فاهم؟ أنا ما قلتش حاجة. هو أنت مش فاهم، أنت نفسك تنطبق عليك الآية إن أنت مش فاهم. سلام يا جماعة، بتعندوا المجرد العناد، دماغكم في التراب خالص. قابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين. مش كل اللي أعرف فهم، أنت نفسك قاري أهو ومش فاهم حاجة. سلام، وقابلكم في فيديو جديد. شكرا في روسينا، أعلى دعم في البسمة. باي باي.